الحمد لله على كل حال بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا تلاقي العجائك خينيس لا ولا بسم الله ونعم الوكيل يا سلام الطول بارك والله مشي امور العيلي والله والله العظيم مشي امور العيلي انا ذاتي قرايبيني القرايبين راحوا 12 شخص الحمد لله رب العالمين امي لهلا اقتطحت الانقاض محسن طالعه اخويك وعب طالع وهلا اخويا الثاني كمان لسه ما طلع من تحت الانقاض عنا ولدين لاخويا الكبير وولدين انا سحبتهم عايشين الحمد لله رب العالمين وعندي اختي وجوزة واربع اطفال والحمد لله رب العالمين عائلتي اولادي واولاده يعني اسري بعدهم تحت الانقاض ما في حدا يساعدهم ما في الات ما في ولا شيء امكانات ولا شيء اولاد عم نسمع اصوات اللي بعدهم احياء بس ما في شيء يطلعوا ما في حدا يطلعوا ما في الات ناشد كل الدول ناشد الانسانيه يجوا يساعدونا يا اخي مصيبه وقعت علينا نحن ناشد الدول كل من عنده إنسانية كل من عنده دم يتحرك كل من عنده ضمير يساعدنا ما عندنا إمكانية إحنا أطفالنا نسواننا شيابنا كلها تحت الأنقاض نحن كارثة كل طوابق نازلة فوق الأرض بشهر وثلاث شهور ما نطالعنا الميتين نحن كارثة وما بي عندنا إمكانيات شيء حسبي الله ونعم الوكيل Thank you.